في الصباح شحال من وحده فينا كتمنى وكتحلم انها تفيق ووجهها يكون لامع وفيه اشراقه وجذاب. فاغلبيه البنات شنو كيديروا؟ كيشريو هذا او هذا او هذا، وكيسحب لهم انهم لقاو المنتوج المعجزه اللي غادي يرجع لهم البشره ديالهم جذابه. انا غادي نوريكم الحل، خاصكم تتبعوا نصائح ميس ميمي، فتبعوني الا بغيتوا تعرفوا. باوي كيف كتشوفوا معايا؟ سي إيسي في الكوزينه، فين عندنا الحل؟ كوزينتك، كوزينتها، وكوزينتي، كلنا عندنا الحل اننا نتفاداو داك المشكل ديال البشره الشاحبه الصباح فاش كنفيقوا، ونلقاو الحل وتكون عندنا بشره جذابه. اغلبيه ديال لي ميس ميمي كيسحب لهم الا شراو بزاف ديال لي كريم، الا شراو بزاف ديال لي فون دو تان، الا مشاو داروا عمليه التجميل وداروا البوتوكس غيجبدوا لابو ديالهم وغيوليو زوينات. الا خاصك اول حاجه تكون التغذيه ديالك تغذيه صحيه، تغذيه متكامله، وتتفادي كل ما هو فاست فود، امبرغر، تاكوس، كباب، وكذلك الاكلات اللي كيكونوا ديجا بريباري ديجا مصوبينهم لينا وكيبيعوهم لينا في لي كوميرس. كلهم هاد المسائل كيكونوا خايبين وهما اللي كيسببوا لينا ان البشره ديالنا كتكون شاحبه. فانا غادي نبدا معاك باول حل واول طريقه اللي غادي تجي من عند ميس ميمي في الصباح. شنو غادي ديري باش تحصلي على بشره لامعه وجذابه؟ قبل ما تمشي تاخذي لا دوش ديالك، ها شنو غادي ديري؟ غادي تاخذي كاس والماء ساخن، غادي تعمري الكاس بالماء سخون، غادا توضعي فيه حامضه ان سيترون اللي غادا تقطعيه وغادي تعصريه وغادي توضعيه في هذا الكاس وغادا تشربيه. ماشي يكون سخون، عندك تحرقي، خاصك تسني حتى يكون دافي ومن بعد غادا تشربيه. علاش كنختارو لو سيترون؟ الو لو سيترون غادي ايدغاتي لك، غادي ايدغاتي ليك لابو ديالك، وكذلك سي تان ديتوكسيفيون، غادي يحيد لك لي توكسين والسموم اللي عندك في الجسم ديالك. ومن بعد غادا تمشي تاخذي لا دوش ديالك، وغادي نفسر لك اشنا هو الحل والطريقه الثانيه من بعد. فما تنسيش بان هذا الماء الدافئ اللي استعملناه مع الحامض كتشربيه مده ديال 40 يوم على الريق، ما تشربيهش من بعد، كيتشرب على الريق، وكتمشي كتاخدي الدوش ديالك. من بعد غادي نفسر لك دابا واحد المشروب اللي هو طبيعي واللي غادي يجعل لك الوجه ديالك اشراقه، كتولي فيه واحد الاشراقه واحد اللمعان. غادي نسميو هذا المشروب ان ديتوكس. اشنو غادي نديرو فيه؟ غادي ناخذو اون كاروت، جزره وحده. علاش اختارينا هنايا لا كاروت او الجزر؟ اختارينا الجزر لانه غادي يعالج لك الامعاء ديالك وغادي يعطيك واحد اللمعان للبشره ديالك. من بعد غادي نزيدوا لهاد الجزره، غادي نزيدوا لها تفاحه اون بوم. علاش اختارينا التفاح؟ لان التفاح هو مضاد للتجاعيد، ان اونتيغيد بار اكسيلونس. من بعد غادي نضيفوا شويه ديال الكركمة، الخرقوم، وغادي نوضح هاد النقطة. ماشي داك الخرقوم اللي كيبيعوا لكم في الباكية، داك الخرقوم اللي في الكا اللي عندو اللي في الكاريت مربع، لا، هذاك الخرقوم راه هو سي تان كولورون، ملون غذائي غير صحي لك ويقدر يتسبب لك في السرطان. غادي نستعملوا الكركمة، الخرقوم اللي كيتباع عند العطار وكيطحنوا وكنهزوا منه شوية وكنوضعوه في هاد الخليط. والخرقوم فهو مكافح، ماشي معالج، وانما مكافح للسرطان، كيحمي لك الجسم ديالك انه يجيه السرطان. ومن بعد غادي نضيفوا شويه ديال سكينجبير، ماشي سكينجبير اللي في الغبره اللي ديال الغبره، غنستعملوا هنايا سكينجبير الزنجبيل الطري،
اللي كتلقيه حتى هو تقدري تشريه. كاينين اماكن اللي كيبيعوا فيهم الزنجبيل الطري، غتحيدي ليه القشره ديالو وغادي تقطعي منه واحد الطرف وغادي توضعيه حتى هو اولا تحكيه وغادي توضعيه في الخليط. غادي تخلطي المشروب ديالك وغادي تشربيه مده 40 يوم من بعد الدوش ديالك. هذه الوصفه الثانيه. دابا غادي نعطيك الوصفه الثالثه اللي حتى هي غادي تكمليها في هذه المده ديال 40 يوم واللي هي صحيه وغادي تجعل لك البشره ديالك لامعه. دابا غادي نعطيكم السر الثاني. السر الثاني كيتستعمل جوج المره في الاسبوع. انت غادي تختاري مثلا يوم الاثنين ويوم الجمعه غادي تعشاي بهذه الوصفه اللي انا غادي نعطيك. غدا ناخذو اون كاروت جزره طريه، غدا تحكيها وزيدي ليها شويه ديال سكنجبير. ونهار الجمعه غدا تعشاي بالباربا لي بيتراف، حتى هي غادي تحكيها غادي تكون طريه وغادي تزيديها شويه ديال سكنجبير وشويه ديال زيت العود او زيت البلديه او زيت الزيتون ليهم بجوج. غتختاري انت على حسب الذوق ديالك. اذا انت بغيتي نهار اثنين تعشي بداك الجزر غتعشي به، الا بغيتي تعشي بالباربا او البيتخاف تعشي بها. ما تنسيش كتزيديها كتكون طريه كتحكيها، ما كتسلقيهمش، كتكون طريه كتحكيها وكتزيديها شويه ديال زيت الزيتون او زيت العود او زيت كنقولوا لها زيت الزيتون زيت العود او زيت البلديه، وكتستعمليها كديريها جوج المرات في السيمانه مده 40 يوم. علاش حنا اختارينا هاد العشاء؟ غادي نفسر لكم دابا علاش بطريقه سهله باش اي وحده منكم اللي مسميمي تفهم. الجسم ديالنا فيه جوج ديال الاعضاء حيويين اللي كيخدموا خصوصا بالليل. كيخدموا بالليل باش كيعطيونا ديك الاشراقه واللمعان للبشره ديالنا في الصباح. الا حنا تعشينا وكلينا بزاف في الصباح كنفيقوا الوجه ديالنا شاحب. الا كلينا هاد جوج ديال الاكلات يعني كل اكله في الاسبوع مره في الاسبوع كيكون الوجه ديالنا مشرق. فباش نعطيوهم الوقت انهم يخدموا ويحيدوا لينا الجراثيم ولي توكسين اللي عندنا في الجسم ديالنا في الليل وفي البشره ديالنا. فإلا حنا تبعنا هذه الطريقه في الصباح كيولي عندنا الجسم وخصوصا البشره مشرقه. والسر الاخير والمهم في هذا الشيء كله هو ضروري 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 وخاصنا ما نتفاداوش، خاصنا بالعكس نديروه، وهو مرتين في الاسبوع على الاقل خاصك ديري الرياضه. ضروري خاصك تخصصي على الاقل ما بين 30 حتى ل 45 دقيقه ديال الرياضه. جري، ديري دي موفمون، ديري دي زيكزارسيس، ضروري الجسم يعرق شويه باش يحس بواحد الراحه، وحتى انت كتحسي بواحد الراحه وما كتحسيش بداك الثقل عليك في الجسم ديالك، والبشره ديالك حتى هي كتكون لامعه. فدابا غادي نخليكم وغادي نقول لكم كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجباتكم، ونتلاقاو من هنا 6 الاسابيع والبشره ديالكم تكون جذابه ولامعه. اوغوار لي ميس ميمي.